الأخبار. ومعنا الآن مراسلنا من قناة الحقيقة رافائيل جبور. نعم محمد. أيوة أنا سامع عندك إطلاق للرصاص. نعم محمد. أيوة أيوة رافائيل. نعم محمد. يا ريت توافيني بالأخبار من عندك. أيوة. محمد أيوة. أنا رافائيل تحت قصف وإطلاق نار كثيف. محمد. واضح. محمد. واضح. واضح. يا ريت تقولي أهم الأحداث عندك، عدد القتلى. رافائيل. رافائيل. انقطع الاتصال برافائيل جبور. كما قام قوات الأمنية ورجال الإطفاء بإطفاء حريق هائل من غابات جنوب إفريقيا نظرا لارتفاع درجات الحرارة. غنى. ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، أنا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان، وهي غلطة ومش هتعود، ولو إن الشوق موجود وحاني إليك موجود أي غلطة. صبرني الحب كتير وداريت في القلب كتير ورضيت عن ظلمك، لكن كل ده كان له تأثير والقرب أسى وراني، القرب أسى وراني والبعد أرحم بكتير، ولقيتني وانا مهوى خلصت الصبر معاه، ولقيتني وانا مهوى خلصت الصبر معاه، وبامل معيش ولا وين كرتون كرتون كرتون. هل سأسدد الركلة المزدوجة؟ الركلة المزدوجة؟ هل سيفعلها ماجد وسيفوز؟ ترى هل سيفعلها كابتن ماجد ويفوز على كابتن بسام؟ هذا سوف نعرفه في الحلقة القادمة. كابتن ماجد، كابتن ماجد عاد إليكم من جديد. الكابتن ماجد أخبار عاد من جديد. كما قام فريق برشلونة بالفوز على فريق ريال مدريد في تصفيات الأمم الأوروبية بنتيجة 4-0، كما قام على الصعيد العالمي دراما جمبرا بردي جمبرا بردي با امبرير بنا اودي بردي اودي بردي بعد اودي بردي اودي غنى غنى. أهدى اللي صار وادي اللي كان ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا، تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلادنا ماهوش في ايدنا، قولي عالاشياء تفيدنا وبعدها لوم عليا، خفيف الروح بتعاتب بتعاتب برمش العيني والحاجب، خفيف الروح صينا. شكرا. رح بلش بالصوت بالغنى عند محمد. يوم محمد غنى كتير حلو، ولكن أنا الملاحظتين ثلاثة اللي عندي هون هو بالنسبة للنزاع يلي بعدني عم بسمعه
أخف شوي والصوت أريح من هيداك الأسبوع إيفا الجمعة الماضية، بس بعده موجود النزال خصوصاً بالنوتات العالين. عن النوتات العالين بعد في شوية شد وناقص شوية تجويف بالصوت، ولكن الغنى منيح. الصوت بالحكي بالأكتس الديفرنت أكتس يعني اللي نعمله، إن كان بالأخبار أو بالكرتون أو بالمسلسل الفيلم، كل مرة محمد كان عم يعطينا صوت شكل تيغير الكاركتر. أدائه بالحكي عم بيكون حلو لأنه مع تغيير الصوت في انتربريتاسيون، وهذا الشيء أنا لقيته كتير حلو بالإفعى اليوم عند محمد. محمد كان كتير منيح اليوم، وهلأ على الإكران على التلفزيون كان عم يطلع دغري نحن عم نتفرج، كان عينيه فيكس مطرح، هاي شغلة منيحة عنده. هلأ في شغلة بالغنى صار عم بيغني أحسن، بس في شغلة لاحظتها كل ما بده يبلش تيغني بيزيح رقبته راسه عن جسمه، بيجيبون لقدام ويبلش يشد لقدام، هاي شغلة ما منيحة عند محمد، بدنا نرجع نشوفه عن جديد. مدري ليه؟ لأنه بيكون مشنج خايف، يمكن هيدي علامة خوف، بس هاي لازم تنتهي نهائيا، إذا ما بينتبه لها ما بيتقدم، بيضل لسون نزال. هلأ في شغلة كتير عجبتني بالنوفيل الرياضية ومظبوط، كل يلي بيعطوا النوفيل الرياضية صوت بيحكوا نزال، هاي كانت كتير حلوة عنده وممثل سفري. يلي الحلو من محمد ليش منتفاجأ فيه؟ لأنه هو كتير جدي وكتير ما بيوحي إنه هو ممكن يعمل هالشي، منه إنسان هيك عطول بيمزح لحتى نلاقيها طبيعية. هيدا الحلو اللي كل مرة بفاجئنا فيه محمد، إنه هو حدا ما بفرج كل شي عنده بشخصيته، يعني بس يعمل فن بفرجينا أشياء بيفتح شبابيك وطاقات نحنا ما بنعرفها فيه. هيدا اللي بفاجئنا وبضحكنا. اليوم كان عنده قدرة كتير حلوة، أول شيء على الانتقال محضر كتير منيح، بسرعة انتقل من شغلة لشغلة، بكتير ذكاء اعتبر إنه المراسل يلي عم يحكي مع مراسل كاركتيره كتير مختلف عن اللي عم يحكي رياضة، أخذ شيء بضحك كدراما يعني بارودي على مش إنه عم بضحكنا، هو قصده عم يبكينا بس هو بضحك. غنى كتير حلو، أنا بعتبر إنه لو ما عنده محمد هالمشكلة يلي كتير نحن عم نحسها إنه بغني من هون، يعني عنده النزال يعني بغني هيك شوي من 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 نخيره، أنا بظن إنه كان صار بيرفكت، يعني ما كان بقى عنده أي شيء ممكن نعطي عليه ملاحظة، لأنه ذكي محمد كتير، بالإضافة إنه موهوب، شاب ذكي، شاب بيعرف شو بده، ما بيتهور، بيختار بذكاء، ما بيتهور مش يعني بخاف، لا بيتجرأ بس بمطارح بتلبق له. محمد بيعرف شو بيلبق له وبيعرف الحدود، جنس الأوفر ما عنده، ما بي يعني بفتكر انه اذا بمثل ما بيحتاج ابدا المخرج يقول له خفف ما تعمل أوفر او ما تأوفر مثل ما بقوله، لانه ما عنده اياها ابدا لا بالحياة ولا بالفن. محمد شاب بيعرف تماما حدوده وحدود الاخرين، وهيدي شغله مهمه بالنجاح بعدين بحياته الفنيه. انا حبيت اليوم الايفال تبع محمد. بدي اقول شغلي على محمد بالاكاديمي يعني بالصفوف وبالايفال، محمد شخص كتير بيسمع، كتير بينتبه، كتير بياخد بعين الاعتبار الملاحظات مش اللي بتنعطى له، يلي بتنعطى لغيره. حتى بكون عم بشتغل بالصف مثلا، هو من النوع التلميذ يلي بيمرق كذا حدا وبالاخر بس يطلع هو اجمالا بنقي يختار يكون صوب الاخر تمرينه، بيطلع بيعمل لي شيء كامل متكامل وما بيوقف مود، يعني متى ما فات بالشغلة ما في إزيتاسيون ما في تردد، بيروح فيها للآخر بس بيكون مجهزة. أنا دايماً بقول له بتطبخ عنار خفيفة. اللذة بمحمد وهيدي معروفة بالطبخ، إنه كل ما الواحد بيطبخ عنار خفيف كل ما بتتخمر الأشياء. من التلاميذ يلي أول ما بلشوا
بصراحة ما كنت متوعة ابدا 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 يوصل لهالمرحلة. كنت اوقات قول يا عمي خجول محافظ، بس كل مرة بفاجئ، كل مرة بفاجئنا، وكل مرة بحسه عم يتطور. هالتطور هيدا عم بيكتسبه بالمراقبة، بالملاحظة، بأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللي بتنعطى له ولغيره. فبالتالي مثلا اليوم أنا إذا بدي أحكي على الأخبار رائع بأول مرور وبالتاني، مختلفين كليا. حتى الجهد يلي نعمل مع رفايل على الأصوات، أصوات القواص طب هيدا شغل، هيدا شغل محضر. بعدين بالنسبة للسبور كمان كيف غير نبرة صوته. بالنسبة للغناء أكيد أنا بحب طريقة اللي بغني فيها، بس ما رح فوت بتفاصيل النزال. الدراما يعني هو اختار منقى موسيقى، منقى صورة، محضر إنه في حال بدنا نقول له دراما. كان ممكن ما نقول له دراما، بس إنه في حال مجهز حاله ليعطي شيء. فبالتالي هون ببين هيدا التلميذ يلي ما بيستسلم، يلي لآخر تكة بعده مجهز، وما عنده الحلو فيه انه ما عنده هالثقة العمياء انه انا بقدر اسمح لحالي اعمل كل شيء. لا، منحسه لاخر تك ولاخر ايفال ولاخر قبل اخر ايفال عم بحضر وعم بجهز وعم بيشتغل. وهيدي شغلة كتير ايجابية، لانه هيدي بتسمح له ينجح بالحياة. الشغل الموهبة شيء، والشغل موهبة تانية. الشغل طريقة الشغل هي موهبة بحد نفسها. أنا بالنسبة إلي عباس هو التلميذ المثابر والمجتهد، يلي بيتابع كل الأمور، يلي ما بيخلي شي يمرق، ويلي بيعملهم بهدوء وذكاء مثل ما سبق وحكيته. أنا بحب صوته لمحمد، بحب كيف بيغني، ولكن ببعض الأحيان بحس أنه كأنه بيضب صوته لجوا. هيدا الشغلة يلي أنا مش كتير بحبها، لأنه عنده قصص كتير حلوة بيعملها، أنا بحاجة أنه أشوفها كلها، مش بحاجة يخلي شي جوا. يعني غير هالموضوع بحب اختياراته للأغاني، بحب الألوان اللي بيغنيها، بحب الطابع اللي بيعطي، يعني بيعطي رقي بالمغنى وقتها بنسمعه، هيدا الشيء كتير حلو. أكيد مع الوقت محمد رح يقدر يتخطى هيدا الخجل بالغناء بإخراج الصوت، وكمان هيدا شغلة بدها كنترول، بدها تركيز، بتخيل أنه هو قادر يعملها بكل سهولة مع الوقت.